خلينا نروح كمان لاتحاد الكرة اللي تلقى عرض لإقامة هنا مباراة ودية بين طبعا منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل خلال فترة التوقف طبعا الدولي في شهر يونيو اللي جاي. طيب سبق طبعا زي ما احنا عارفين لاتحاد الكرة تلقي أكتر من عرض لخوض ودية في يونيو المقبل، كان أبرزها لحضراتكم فاكرين من المكسيك ومن المغرب ومن أوزبكستان برضو حسب ما أنا فاكرة، إلى أن اتحاد الكرة ما حسمش الامر حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها، ما زالت هناك مشاورات مع كمان الجهاز الفني للمنتخب حول المباراه تحديدا، وهيخوض مفروض كمان منتخب مصر مباراه رسميه امام غينيا في يونيو المقبل زي ما احنا برضو متابعين ضمن تصفيات امم افريقيا طبعا 2023. لو هنتكلم عن فيتوريا شويه، هو اكيد فيتوريا بيرغب في خوض مباراة ودية خلال طبعا فترة التوقف، وهنتكلم ايضا هنا الفترة اللي هي من تحديدا من 12 لحتى 20 يونيو المقبل. طيب خلينا نروح للمنتخب، تقدم منتخب مصر مفروض مع فيتوريا بلغة الأرقام 4 مراكز في التصنيف الدولي الأخير، وأعتقد ده برضو يا كريم شيء كويس، احنا بنتكلم إن احنا تقدمنا للمركز 35 عالميا، هو برضو بعيد شوية. بصي هو فكرة هو بعيد شوية. فكرة إننا تقدمنا كويس، أنا 35 مش قد كده. يعني النص الخبر حلو النص الثاني الصراحه يعني، بس على كل حال احنا كنا المركز ال 39 طبعا، ده كان في تصنيف ديسمبر الماضي، وخلينا برضو نروح بلغه الارقام، بيحتل المركز الخامس طبعا المنتخب على مستوى هنا قاره افريقيا بعد ما كان بيحتل المركز السادس في التصنيف اللي هو السابق او الاخير. منتخب مصر كمان كان فايز على ملاوي في مباراتين الجولتين الثالثه والرابعه لتصفيات كاس الامم الافريقيه، وحقق فوزه الخامس طبعا تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على راس القياده الفنيه. ففي حد ممكن يجي يقول لك يا كريم زي ما انت بتقول كده، اللي هي ليها نظرتين، النظره الاولى يا عم 39 وجبت لي 35 المفروض يعني نفرح، والنظره الثانيه يقول لك طب ما كويس انا مش بتكلم في فتره طويله مع هذا الرجل او تحت هذه القياده، وفي نفس الوقت انا عامل شويه تطوير اتمنى الافضل. طبعا 35 ما زال طبعا عالميا ده مش رانك اساسا يا كريم، احنا بعيد قوي طبعا. احنا بعيد قوي، ولكن فكره ان انا بحقق تقدم 4 مراكز في فترة ما هياش كبيرة مع فكرة ان انا بشوف تطوير على الارض للعيبة ده بيحسب نجاح، نتمنى الافضل طبعا، نتمنى ان احنا نبقى من التوب 10، هل ده هيحصل ولا لا؟ ممكن يكون حلم لدى البعض، ممكن البعض يقول لك لا انسى الكلام ده، ممكن ده كلام كمان 50 سنة، الله اعلم، بس في يوم من الايام هيحصل لان الدول اللي هي تقدمت في ده او يعني الفرق اللي هي والمنتخبات اللي تقدمت في ده كريم كان بالنسبة لها الموضوع في الاول حلم، كل حاجة على فكرة بتبتدي في الاول حلم، مش غلط، مش غلط ان احنا نحلم بس نشتغل على حلمنا، هي دي النقطة. أكيد كلنا نتمنى وضع أصبح يعني من كده بكتير للمنتخب، وإحنا الحقيقة عندنا يعني قوامة اللاعبين الموجودين في مصر يعني ينتج عنهم المفروض منتخب قوي، أكيد المفروض يكون في مركز متقدم عن كده، لكن نرجع ونقول فكرة إن إحنا بنتقدم للأمام أصلا من حيث المبدأ بالزبط. فكرة كويسة، نعتبر إن دي نقطة انطلاق ومنها بقى إن شاء الله نحاول نقرب أكتر وأكتر من الهدف المنشود أكيد، يعني لان احنا كمان وبصفه خاصه على صعيد المنتخب الحقيقه الناس فرهدت الفتره الاخيره فنستحق ان احنا نفرح تاني ده المصطلح المظبوط يعني مفيش مصطلح تاني ممكن نقوله حقيقي يعني شيء صعب